وصلنا لنقاش قضية الأودس ريشيو وكيفية قراءة الأودس ريشيو. مثل ما عملنا بالريلاتيف ريسك، الأودس ريشيو هي ثلاث قيم لإلها، في إلى قيمة واحد، قيمة أقل من واحد، قيمة أكثر من واحد. نحن عم نحسب الأودس ريشيو أو الريلاتيف ريسك مشان نعرف إذا في ترابط بين الإكسبوجر وبين الأوتكم، بين الانترفينشن وبين الأوتكم، سواء بدراسات الأوبزرفيشنال أو دراسات الانترفينشنال. فلما بيكون الاودز اقل من واحد معناتها الاكسبوجر بيقلل من حدوث الاوتكم، لما بيكون في الاودز واحد ما بيكون في علاقه بين الاكسبوجر والاوتكم، لما بيكون الاودز اكثر من واحد، الاودز ريشيو اكثر من واحد معناتها الاكسبوجر يزيد من حدوث الاوتكم. نفس الكلام اللي حكينا عن الريلاتيف ريسك تماما. ليش بلجأ لهاد وليش بلجأ لهاد؟ جماعة الإحصاء بيحبوا اثنين صراحة. ربما قالوا، يعني حسب ما قرأت وحسب ما سمعت من الزملاء، انه الأودس ريشيو أفضل بمراحل معينة بالإحصاء، ما حفوت فيها بالتفصيل. هذا الموضوع صار إحصائي وبعيد عن اهتماماتي شخصيا كطبيب سريري. بدراسات الكيس كنترول بتتميز بميزة هامة. دراسات الكيس كنترول إذا بتتذكروا دراسات الأسبستوس مثلا اللي حكيت عنها من عدة محاضرات، كانت دراسة كيس كنترول ببدأ من الأوتكم وبرجع للإكسبوجر. ميزة هاي الدراسات انه، او مثل ما علمونا بالاحصاء ومثل ما الكل ربما بيعرف، انه ما بصير تحسب الريلاتيف ريسك، بتحسب الاودز ريشيو. انا رح جاوب عن السؤال ليش بنعمل هيك، ليش حساب الريلاتيف ريسك خطأ هون. ببساطة لانه نحن بننتقي بنفسنا مجموعة الكنترول، نحن بنحددها بنفسنا. نحن بنرجع اصلا الكيس كنترول للحالات النادرة، بيكون نسبة انتشار المرض كتير قليلة، وبالتالي صعب انه متابعة مثلا ناس متعرضين للاسبستوس مثل ما قلنا على فترة 10 سنين او 20 سنة، فترة طويلة جدا. الاسهل اني انا ابدأ من المرض نفسه وارجع لورا. فانا ببدأ بحالات اسبستوس، جبت 100، عفوا ببدأ بحالات ميزوتليوما، جبت 100 حالة اوتكم، وبرجع لورا بشوف انه هدول كانوا متعرضين للاسبستوس او لا. مشان يكون في تحليل للنتائج، بجيب 100 حاله كنترول ناس اصحاء، وبشوف شو نسبه تعرضهم للاسبستوس بالماضي، وبقارن نسبه التعرض بين المجموعتين. بقدر احسبه بالاودز، لانه الاودز بمجموعه التعرض، بمجموعه الميزوتليوما على الاودز بمجموعه الشاهد، بيطلع معي الاودز ريشيو مثل ما قلنا، هي اما اقل من واحد او تساوي واحد او اكثر من واحد. ليش ما بقدر احسب الريليتيف ريسك هون؟ اولا ممكن جاوب اني انا ما بعرف، وما لازم اعرف كل شيء بالاحصاء، وهذا فعلا ربما كطبيب سريري انا بعيد عن هذه المواضيع. بحثت انا عن الاجابه مشان اكون يعني اخذ خطوه اضافيه، عده اجابات حقيقه، حتى جماعه الاحصاء صراحه جاوبوا على السؤال نفسه بعده اجابات. اقربهم اللي انا اقتنعت منه حقيقه انه نحن نسبه انتشار المرض ما بنعرفها. لو بنعرف نسبه انتشار المرض بشكل صحيح، لازم نجمع عينه كنترول تعادل نسبه انتشار المرض، تحقق نسبه انتشار المرض. فلو كان نسبه انتشار المرض هي 1 بالـ100 ألف مثلا، فمقابل 100 مريض مقابل 100 مريض ميزوثيليوما، لازم جيب 100 ألف صحيح، وهذا متعذر حقيقة. لو جبت 100 ألف صحيح، وقتها بقدر بحسب الريلاتيف ريسك، لأنه الريلاتيف ريسك هو إحساب احتمال على احتمال. فالاحتمال على الاحتمال بمجموعة المرضى بقدر أحسبه ب100 مريض، بس لو جيت على مجموعة ال100 مريض اللي أنا اخترتهم بنفسي، حساب الاحتمال هون حيكون خاطئ، لأنه هذا ما بيعبر عن الاحتمال الحقيقي للتعرض للأسبستوس بالنسبة للأصحاء. هذا هو الجواب الأقرب لقلبي حقيقة، ربما تقتنعوا فيه أو لا، بترك الجواب لكم. اللي بيهمني بالنسبة للريلاتيف ريسك والأودس ريشيو هو نسبة الترافق حقيقة. لما أنا بقول إنه الأودس ريشيو مثلا هي، أو الريلاتيف ريسك مثل ما قلنا، مثل بعضهم تقريبا بالنسبة للتعبير عن الترافق، بيعبروا عن نفس النتيجة. لو قلت إنه هي الرقم 1.5، مو مثل لما بقول الأودس ريشيو 20 أو 30. يعني مثلا التدخين مع عوامل مع المرض القلبي الوعائي، الأودس ريشيو تبعه مثلا بتوصل ل30 على ما أذكر، بالمقابل السكري مثلا اظن 4 أو 5 مثلا، عم افترض من عقلي يعني. فبالتالي ترابط التدخين او نسبه ترابط التدخين مع المرض القلبي الوعائي اعلى من ترابط السكري مثلا، لو قلنا بهذا الافتراض. الجنس المذكر مثلا الاودس ريشيو تبعه 1.5 أو 1.7 مثلا. فحسب رقم الاودس اللي بيطلع معانا كل بنفس الدراسه عم يحكي، طبعا هذا بيدلك على شده الترافق، على اهميه العامل هذا بالترافق بين الاكسبوجر وبين الاوتكم.
بيبقى عندنا الفيديو القادم هحكي عن الهازارد ريشيو بشكل سريع، وإن شاء الله بننتقل بنكمل بعدها ببعض نقاط أخرى متعلقة بالإحصاء. السلام عليكم.